السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البطل والعداء العالمي في السباقات على الطريق والرمال والجبال من وكليم تلغير المملكة المغربية يحييكم. طبعا أقوم بالتدريب انطلاقا من وكليم إلى مضايق تضغى. كما تشاهدون هذه واحد تضغى، مناظر خلابة وكذلك السكان يعني طيبون، أناس طيبون كرماء دائما يقومون بتشجيعتي أينما حل أينما أحل وأينما أرتحل. وأحييكم طبعا، سألنا الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وأن ينعم علينا بالهنا والطمأنينة. والسلام عليكم. عبد الرحمن الكوش، يلا بطل خاطر نتزل وين دوني التزلاغ. يمكن السيوم اللي تدوس بوكليم يا الفيلاج مزان ارتودري ارا وي اي تخميتي كوني العيون نايت سنان لي غورج دو تودرا 15 كيلومتر 15 وغرض ديال سواكليم. يعني استعد غير الماراثونات من جدا ان شاء الله. دي حلال يد ديال ايتين غير اتنسي مير شيان اتن دي حلال انظر لي سيدي ربي سبحانه وتعالى ادغي فين غي يرفع يدخل المرضى يدخل نرجيض نيلان كورونا فيروس ان شاء الله. تمازيرت النقط حنا الحمد لله. الدواد سي غير مرحبا اسون بونسوار عبد الرحمن الكوش اتليت انترناسيونال دي ماراثون je fais les entraînements comme vous le voyez toujours je viens de c'est un petit village Wakrim après je pars à les gorges de Tedra. C'est bien, la vallée de Tedra, c'est beau, c'est magnifique, les gens sont très sympas. Et nous demandons au bon Dieu que le protège, Inch'Allah, notre pays. Vive le Maroc, vive le Maroc. Hola, mobilita, les señoras, señores, Abderrahmane, el coach atleta corredor international de las maratones. Entrenando ahora hasta el clima, hasta la garganta, 15 kilómetros, 30 en total. Entonces, entrenando, preparando a los siguientes maratones, estoy muy feliz, contento para hacer deporte, porque el deporte está bien para la salud, el amén. La mente sana en el cuerpo sano, gracias y buena suerte a todos. Gracias. Hello, good afternoon. Abderrahmane Al Kosh is international marathon running every day, all time. I'm from a village Wakrim and go to the Igorj 15 kilometers and why and return and 30 kilometers running every day with the barefoot and cycling as well with the bicycles. And swimming triathlon. Thank you very much for that. إذن عبد الرحمن الكوش كما سلف الذكر بطل عالمي في الماراثون السباقات على الطريق على طريق الرمال الجبال وكذلك التريathlon دياتلون سباقات الدرجة الهوائية والسباحة كذلك. إذن أستودعكم الله إلى فرصة قادمة وكذلك في عهد كورونا أقوم بتدريب. طبعا أقوم بالاحتياطات وبالكمامة طبعا نظرا لهذا الوباء. أطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء ويعود الناس إلى أعمالهم ودراستهم وأشغالهم. التوفيق والنجاح لكل الرياضيين المغاربة في العالم.